صديقي هسه راح يمثل فشي اني اريد انتصر عليه بالحياه، شي اريد اقاومه، شي اريد اهزمه، شي اريد انتصر عليه. المشكله هو عنده قوه خارقه، يعني باعه بس اريد اجي يمه ما راح اقدر، لان هو عنده قوه خارقه ما اقدر اقاومه. فاني شلون انتصر عليه؟ شلون انتصر عليه؟ شلون انتصر عليه؟ لحظه، اكو في الطريقه في الطريقه في الطريقه في الطريقه. راح استخدم القوة الجسدية وياه. شو تقولون، اغلبه لو لا؟ اغلبه؟ 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 الا انتصر عليه، الا افوز عليه، الا افوز. ما اقدر له. شو اسوي؟ شلون انتصر عليه؟ شلون؟ السيف. اوكي. شوف اني لو انت. اني لو انت اليوم. لو اني لو انت. انتصر عليه لو لا؟ انتصر عليه لو لا؟ راح انتصر عليك اليوم. اخر يوم لك بحياتك. احاول مرة لوخ؟ احاول؟ تعبت تعبت. ايش حل لي السيف؟ ايش حل لي السيف؟ جيب ايدك. لا انتصر عليك، بسيطة. شجعوني، قولوا سيف سيف. شو اسوي؟ شو اسوي؟ ما اقدر انتصر عليه. شلون؟ شلون 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 شلون؟ عرفت منو راح اسال. اريد انتصر عليه، اريد افوز عليه، اريد اهزمه. انطيني فكره يا الله حتى اهزمه وانتصر عليه. ها؟ شلون؟ شلون؟ معقوله؟ هيك انتصر عليه؟ هاي الفكره؟ اجربها؟ راح اجربها. ليش لا؟ راح اجربها، راح اجربها. حاضر، راح انتصر عليه. أنا احبك، الله محبه وقال لي انه احبك وما يحتاج افوز عليك، لان هو يحبك ويحبني وريدنا نحب بعض.